ما تيجي نعمل مشروع؟ طب نفتح كافيه ولا نعمل مطعم ولا نجيب حاجات ونبيعها؟ طيب هل المشروع بتاعي ده هو من ضمن المشروعات اللي بيقولوا عليها ريادة أعمال وستارت ابس وشركات ناشئة؟ ولا أنا فكرتي فكرة مشروع تقليدي؟ ولو ما عنديش فكرة أساساً، إزاي أجيب فكرة تنفع شركة ناشئة أو تنفع تكون مشروع؟ أهلاً بيكم، أنا دكتور مينا كرولوس، خبرة أكتر من 7 سنين في إدارة وتأسيس الشركات الناشئة، ماجستير في حقوق الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من جامعة حلوان، وزمالة ريادة الأعمال والابتكار الرقمي من جامعة كوين بكندا. هنكون بنتكلم مع بعض على مدار الدبلوم ده في كل ما يخص بناء الشركات الناشئة، من أول الفكرة بتيجي إزاي لغاية الفكرة دي ما تكون شركة حقيقية على أرض الواقع عندها موظفين وبتشتغل في السوق.